José, Evone, minha team. Allah, Lucy Carmi. ازيك يا كارمي؟ هو ده اللي انت ضربته؟ والله انا حليل لك بقك يا ده ابراهيم. ازيك يا كارمي؟ ناجي عطا الله، انت تعرفه يا باشا. شوف الدنيا صغيره ازاي. اخر مره شفتك فيها على السي دي، ايه يا راجل حماس اللي كنت فيه ده؟ ده انت حيوان مش بني ادم. ده انت هتشوف ليله سودا. سيد ناجي، انت مش قد اللي عم تعمله. انت عم تخطف ظابط من الشباك الاسرائيلي. تعرف انا هوديك فين؟ هوديك عند حبايبك حزب الله، حوصيهم يعملوا لك سي دي زي اللي عملوا لك راف. انت شكلك شايل منه قوي يا باشا. الا شايل. اضربه على قفاه؟ لا مفيش داعي، ده اسير والمفروض يعامل معامله الاسرى. ايه معامله الاسرى؟ نديله على قفاه. تسلموا يا ابطال. والله اخواننا المصريين بيظهروا وبيظهر معدنهم الاصلي وقت الشدايد. اللي عملتوه معجزه بكل المقاييس. القياده الحزبيه بتعرض عليكم تنضموا للمقاومه. بتبقوا معنا وما تفارقونا حتى نحرر الامه العربيه من العدو الصهيوني. لا معلش خليها مره ثانيه. تعرف الطريق طويل ولازم نرجع مصر بالفلوس يعني بسرعه. احنا هنخرج من هنا ازاي؟ من هون للشام بالطريق الجبلية شي 100 كيلو تقريبا، يعني ساعة وربع بالسيارة. الأوامر اللي اجتني من القيادة إني أمن رحلتكم لمصر سالمين غانمين. ازيك يا نضال؟ الحمد لله على السلامة. الله يسلمك. على فكرة أنا كنت قلقان عليكم أوي. الحمد لله إن أنتوا رجعتوا بالسلامة. شكرا أوي يا حسن. انت بتعرفي ان انا كنت بطل مصر في الوثب الطويل؟ وكانت امنيتي طول عمري ان انا اخش الاولمبياد واخد ميداليه. بس انا بعد ما عرفتك يا نضال معنى البطوله نفسها اتغير في عينيا. انا اكتشفت ان في ناس عمرهم ما خدوا ميداليه ولا شالوا كاس بس قدروا يحققوا بطولات مفيش اي حد في الدنيا يقدر يعملها. صح. ورحت دفاع عرسيه يا دي عبد الجليل، الواد راح بارك على الارض. اوبا! لو كنت معاك يا ابراهيم ده كانت الدنيا اختلفت. ده انا كنت وريتهم التبدع. ده كان زمان اسم عبد الجليل ده بيرفرف كده في اسرائيل ويرن. اصل بص، خبطه الروسيه دي ليها اصول، وانا الروسيات بتدرس عندنا في منشيه ناصر وفي الدويقه. يا ابني اسمع، بص، اول درس مثلا تقوم ماسك اللي قدامك كده عفقه من كتافه، يقوم جاي له تنشن في كتافه، تقوم انت مركز في سنتر نافوخه وماسك نافوخه من ده وهابق عليه بدماغك، تقوم مفلوقه نصين زي الخروعه كده في الكره الشراب. يعني المهم اخدت على اخوانا ابو الكبات، يعني غدر فرحان قوي ليه كده بقى؟ الرجوله والجدعنه يا ابراهيم انك تقابل خصمك راجل لراجل، تخبطه الخبطه من دي تقوم جايبه لمسه اكتاف زي المصارعه. لا بقول لك ايه يا تهامي، اوعى تفتكر يا حبيبي ان شويه العضل اللي انت نافخهم دول هيخيلوا علينا، ده كل ده امينو ان او مش عارف ايه والحاجات الهبله دي، واضرب في الحقن، ده انت تلاقي هرموناتك بايظه حبيبي. هرمونات ايه؟ انت بتكلم فرخه قدامك؟ انت هتصوت يا ابراهيم؟ انت عشان ضربت لك واحد فاكر نفسك هوجن؟ في ايه؟ بس ايه؟ انت وهو في ايه؟ انتوا مش حاسين بينا خالص؟ ما عندكوش دم؟ انتوا مفكرين اليهود هيسيبونا بعد اللي انتوا عملتوه ده؟ اوف. هو زي المين مش مستمتع بالرحله معانا. مش عارف الواد ده من ساعه ما شفته كاتيان في نفسه كده بيهر كتير. كاتيان في نفسه؟ هو كاتيان في نفسه فعلا. والاسرى دول هتعملوا معاهم ايه يا بسيط؟ اسرائيل طالب البدل ونحن معنا مانع، رح نبدلهم ب 500 معتقل من السجون الاسرائيليه. يا الثمانيه ب 500. شفت هلا قيمه العمل اللي عملته هنا يا شباب؟ شوف كم عيل رح بتفرح فيه. طيب انا ليا طلب عندك يا حسين. امور يا ناجي بيك. في اسير
بقاله 16 سنة معتقل في السجون الإسرائيلية. أنا عايز الأسير ده بالذات يطلع المرة دي. إذا كان بعده عايش؟ إن شاء الله لسه عايش. شو اسمه؟ اسمه طارق زياد، من غزة. هو بقاله 16 سنة معتقل. إن شاء الله بيفرج عنه يا أخ ناجي. طيب ما قلتليش هنرجع مصر إزاي؟ كل شيء مرتب بالنسبة لإلكم. رح تطلعوا من هون على الشام، وبالشام رح بلاقيكم أخ من رجالنا اسمه أبو القاسم، وأسركن على مصر سالمين آمنين. طب وليه ما نطلعش عن طريق لبنان؟ ما بتطلع عن طريق لبنان ومعك كل هالمصاري؟ إيه والله ما بتطلع بدولار واحد. عملاء إسرائيل منتشرين بكل الوطن العربي، وأنتوا صرتوا معروفين بالنسبة لإسرائيل، ولحتى يجيبوكن مستعدين يدفعوا أكتر بكتير من يلي أخدتوه منهم. ناجي عطا الله هو الزعيم بتاعهم، ده واضح بدون أي شك. كانوا مجندين معاه وهو بيخدم، لكن لما ساب السفارة هناك رجع مصر بسرعة ولمهم تاني. عشان كده في علامتين استفهام مش عارفين نلاقي لهم أي تفسير. الولاد دول راحوا إسرائيل ليه؟ وليه إسرائيل متمسكة بيهم قوي كده؟ طبعاً مش ممكن يكون عايز يجندهم في الجيش الإسرائيلي يا فندم. لا لا لا، استبعد الكلام ده خالص. الولاد دول نوايتهم ما تعملش الكلام ده ببساطة وفي الوقت القليل ده. كلهم عندهم مشاكل في حياتهم يا فندم. أنا عندي تقارير عن كل واحد فيهم ما توصلهمش النتيجة باللي أنت بتقوله. بالعكس، أنا الأوقع بالنسبة لي إن الولاد دول اللي فجروا المبنى بتاع تل أبيب. بس لو كان كده يا فندم، المفروض إن المقاومة اللبنانية تساعدهم مش تسلمهم. مين البيت دي؟ محدش عارف يجيب أخبارها؟ لسه يا فندم. شوفوا يا جماعة، المفروض نظريا إن ناجي عطا الله واللي معاه ما خرجوش بره مصر، يبقى أكيد هيرجعوا مصر في أقرب فرصة. عملتوا إيه مع أهليهم؟ أقنعناهم سعادتك إن هم أشباه، وإن هم شغالين في موقع في شرم الشيخ تحت عينينا، وإنهم راجعين قريب قوي. واقتنعوا؟ سعادتك عارف المصريين ما بيقتنعوش بسهولة، وخصوصاً الست أم عبد الجليل دي. ست فظيعة يا فندم ملهاش حل. لولا الملامة كنت قلت لسعادتك تشغلها معانا. ست يا فندم ذكية ذكاء خارق. أيوه. وحمد المصري أبو حسام تقريباً عنده انهيار عصبي، مش قادر يتملك أعصابه. طبعا انا حاولت اطمنه على قد ما قدرت. طبعا يا احمد مش محتاج اقول لك لازم مراقبه مشدده على اهاليهم عشان نقدر نوصل ليهم. الاولاد دول لازم هيتصلوا باهاليهم عشان يطمنوهم.